السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا أولادنا، مساء الخير يا بلادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة يعني هيكون مختلف لحد كبير من اللي احنا بنقدمه باستمرار، لأن الموضوع فعلا محتاج أننا نضيق ونركز عليه بشكل كبير. الموضوع هو قرابين الدماء وسرقة الآثار. قرابين الدماء وسرقة الآثار، نعم. الآثار، سرقة الآثار وهوس التنقيب والبحث عن الأثر بهدف البيع وهدف الشراء وهدف الثراء السريع والثراء الكبير أصبح يعني شياطين الجن تلعب في عقول الناس إنها ممكن تضحي حتى بأولادها في مقابل انها توصل لهذه المقابر وتفتحها وتوصل لهذه الكنوز. المقابر الفرعونية كما نعلم على مر التاريخ كانت هذه المقابر هي حياة مصغرة للإنسان المصري القديم في العالم الآخر. فالمصري القديم يجمع في هذه المقبرة كل ثرواته في الدنيا، أدواته، ذهبه، كل ما يملكه من كنوز، بحيث أن هذه الكنوز بتكون معه في العالم الآخر لإيمان المصري الفرعون القديم، إيمانه القاطع بأن هناك حياة أخرى وحياة ممتدة. عشان كده الفراعنة المصريين القدماء احترموا الموت قوي وبجلوا الموت جداً، وكان المقبرة هي صورة مصغرة للحياة التي يتمناها المصري في حياته الأخرى، أو عندما تكتمل صورة الحياة بهذه الأدوات اللي كان بيستعملها على مدار حياته. طيب، المقابر على مر التاريخ بنقول إنها بالرغم من إن فكرة تبجيل واحترام الموت، إلا إن فكرة أيضا سرقة المقابر كانت فكرة موجودة برضو منذ القدم. فلما مثلا نشوف في الأسرة في فترة مصر القديمة هنلاقي إن هناك فعلا حركات كانت بتتم من اللصوص لسرقة هذه المقابر، وفكرة سرقتها كانت سبب جعلت الفراعنة يكتبون نصوص على المقابر. هدف هذه النصوص إنها تحذر وتنبه أن كل من يقلق هذه أو هذا المتوفى أو هذه الجثة سوف يلقى من العذاب والآثام و و و وكان دائما ما يتعرض بيقوموا بعملية السرقة للفخاخ اللي كان بيقوم بها المصري القديم. المصري القديم احترم الموت وقدره، وأيضا أراد أن يحفظ جسده حتى يصل إلى العالم الآخر سليما، ويحفظ كل ما تحيط به هذه المقبرة من أدوات وأشياء يستخدمها، أيضا يريد أن يصل بها سليما. لكن للأسف اللصوص، لا، اللصوص على مر التاريخ دوروا على فكرة إزاي يسرقوا الآثار الفرعونية، إزاي يفتحوا هذه المقابر. لكن بقى تعالوا نشوف على مر التاريخ، على مر الحضارات، مش بس في الحضارة الفرعونية القديمة، على مر الحضارات هنلاقي ان فكرة تقديم القرابين كانت موجودة، بس كانت لمين؟ للآلهة. على مر التاريخ كان يقدمون القرابين للآلهة سواء كانوا ذبح أطفال أو، لكن مصر الفرعونية لم يثبت أبداً أنها أو أن أحد من الكهنة أو الفراعنة قدم آلهة بشرية، قرابين بشرية للآلهة. طب تعالوا نشوف كده فكرة تقديم القرابين دي جاية من إيه أساساً؟ الإنسان في بداية الخلق قبل التطور البشري كان هذا الإنسان يرى البرق، الرعد، فيرتعب، يرى صور الطبيعة المبهرة فيخاف، فكان دائما يعلم أن هناك قوة خفية، هذه القوة دائما يخشاها ودائما يخاف منها. لما بدأ الإنسان يتطور وبدأ يعرف أن هذه القوة
هناك إله مسيطر على هذا العالم وعلى هذا الكون، فبدأ كل حاجة يعملها علشان الإله. لو المحاصيل بتاعته مثلا ما اكتملتش وما حصلش انها نمت بالشكل اللي هو عايزه، يبقى كده الاله غضبان عليه. لو مثلا تعرض لمشكله او لازمه او حصل فيضان زياده وحصل قتل وموت وخراب، يبقى الاله غاضب على الشعوب. من هنا بدأ تقديم كل ما هو يرضي الإله عن الناس. فكانت فكرة تقديم القربان حتى ترضى الآلهة عن اللي بيزرع، يبقى الإله راضي عنه، اللي بيعمل حاجة في حياته يبقى الإله راضي عنه. فكرتها كانت تقديم القربان. لكن بقى لما تدخل فكرة تقديم القربان للجن، إيه ده؟ تخيلوا لما يحصل على مر في فترة العصر الحديث اللي احنا موجودين فيها ديت، بتحصل سرقات للمقابر باستمرار وكل حاجة، لكن ان يكون باعث او هام بالنسبة للاشخاص او صاحب الفكرة ان هو يفتح مقبرة او يسرقها، انه يقدم قربان من البشر للجان، تقديم قربان من البشر للجان. ايوه، وبيشترط الدجال ان القربان ده لازم يكون من دم ومن نفس قريبة من هذا، من صاحب المكان أو صاحب اللي بيبحث عن المقبرة. يعني مش بس بيسرق الآثار ومش بس بيفتح مقابر، لأ، ده كمان بيقدم أيضا دم، وممكن يكون دم طفل مخطوف، ممكن يكون دم حد من القرايب. طيب، حوادث كتير جدا خلال الفترة السابقة كانت، واتمنى تنزل على الشاشة معانا دلوقتي هذه الحوادث، حوادث كتير كلها بتكون مثلا ابن الاخ اللي بياخد بنته وبيقتلها عشان تفتح المقبرة، الشاب اللي اخذوه اولاد عمومته وذبحوه حتى تفتح المقبرة، وتقطيع جسده لثلاث قطع ورميها حوالين المكان عشان تفتح المقبرة، الدجال اللي بدأ يلعب عقول الناس ويوهمهم ان لما عشان تفتح هذه المقبرة لازم يتاخد جسد حد بصورة معينة ويتقطع حوالين البيت او المكان عشان تفتح الكنوز ويكون الثراء السريع. إذن الشيطان الأول في هذا الأمر هو الدجال المشعوذ. حد يقول لي لا، ده الشيخ بيبقى حاضر وبيبقى موجود على رأس المقبرة وهو اللي بيقول وبيقول الكلام اللي احنا بيفتح بيه المقابر. ليس بشيخ، إنه شيطان رجيم. شيطان تعاون على واحد، قتل نفس بغير حق. اتنين، سرقت حقوق وممتلكات الأمة. هذه المقبرة التي تحوي كنوز وآثار، هذه الآثار ليست ملكا لشخص واحد وإنما هي ملك لجموع الشعب. فمش من حق أبدا أي شخص أنه يعتقد أنها ملكه أو يعتقد أنها كنز في الأرض، هو من حقه أنه هو ياخدها. كتير جدا من الأسر اللي بتبحث تحت البيوت وبتبدأ بعمليات تنقيب غير شرعية، هذه العمليات إما تنتهي بجريمة إما تنتهي بأن يسقط العقار على كل من يقومون بعملية التنقيب والبحث. إذن الموت، الخراب هو نتاج كل هذه العمليات التي يقوم بها هؤلاء المشعوذون. طيب، أنا محتاجة طبعا إحنا يكون معانا تواصل لرأي الدين في هذه العملية. هل الآثار، سرقة الآثار في بعض الناس بيدخلونها بفكرة إنها حلال؟ طبعا إحنا هنسمع رأي الدين في انتظار هذا الاتصال، لكن كل اللي إحنا عايزين نوصل له إن علشان نقول إن عملية التنقيب الغير شرعية عن الآثار والبحث عنها بهدف الثراء السريع إنما هي عملية يرفضها الدين، يرفضها القانون، ترفضها البشرية والإنسانية. واحد هناك بيقول لي بس بقى الكلام الكبير اللي انتوا عمالين تقولوه ده، أصل انت ما شفتيش عائلة فلان وعائلة فلان اللي حفرت ونقبت ودلوقتي بقوا كذا.
وما شفتيش عيلة فلان وعيلة فلان اللي بقى كذا. استنى، حضرتك تعرف منين ان المسألة كانت بالشكل ده؟ كنت حاضرين الموضوع وعارفين ان هم نقبوا وعملوا بهذه الصورة؟ حالات كتير جدا على فكرة ممكن بيدخل فيها عامل الكذب وعامل الإيحاء، وممكن تكون حاجة تانية خالص، لكن الترويج للموضوع أصبح كتير وبشكل مستفز. الأكتر والأغرب إن الموضوع ده بدأ ياخذ منحنى آخر، إنك لما توصل لنقطة إن الدم بقى هو السبيل لفتح هذه المقابر يبقى كارثة. طيب تعالوا نشوف كده، لما نقول إن فكرة الإنسان عن إنه يفتح مقبرة ويوصل للكنوز معنى كده إن في تجار وفي تجارة في الآثار. الحقيقة إن الإحصائيات بتقول إن في تجارة غير شرعية للآثار بتوصل لحوالي 20 مليار دولار. معقولة؟ آه. يعني معنى كده إن حد مهتم إنه يشتري الآثار؟ أيوه، في ناس مهتمة إنها تشتري هذه الآثار. ليه؟ الغرب وصل لفكرة وقناعة إن الآثار المصرية والفرعونية بخاصة بتلفت انتباه الزائرين والسياح، ومهم جدا إن يكون عنده عامل جذب، وبتكون في كل متحف بيتكون فيه جزء مهم جدا من الآثار الفرعونية القديمة. ليه؟ لجذب سياح، لزيادة الدخل القومي. فحضرتك لما بتقوم بعملية سرقة الآثار وتبيعها لآخرين بأي شكل من الأشكال، بقى كان حقيقة أو كان يعني غير حقيقة، فاللي بيحصل إنك بتأثر على الدخل القومي للبلد. ليه؟ معنا اتصال، مين معايا؟ طيب جزء مهم جدا محتاجين إننا نتكلم فيه، رأي القانون في سرقة الآثار. معنا على الهاتف دكتور أحمد مهران، دكتور محامي في النقد. أهلا وسهلا دكتور أحمد مهران. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة هنا. أهلا وسهلا بحضرتك. بنسأل حضرتك عن رأي القانون في من يسرقون في سرقة الآثار والبيع والإتجار في الآثار. خليني في البداية أشكرك على اهتمامك بمتابعة الموضوع ده وتسليط الضوء على واحد من أهم وأخطر الجرائم اللي بتهدد الأمن القومي واللي بتؤثر على الإضرار بمقدرات الدولة المصرية، والتي تشكل واحدة من الجرائم الكبرى التي تشكل صورة من صور الاعتداء على تاريخ مصر وعلى مقدراتها وعلى أموال المصريين. ولذلك المشرع المصري كان من أوائل المشرعين الذي فضنا إلى هذه المسألة وجرم مسألة الإتجار بالآثار والتنقيب عنها والبحث عنها وسرقتها وتداولها وبيعها والإتجار بها بصورة مخالفة للقانون، وجرم ذلك بعدة نصوص، سواء كان المتعلق منها بحماية الآثار أو المتعلق منها بقانون العقوبات في جرائم السرقة والاعتداء على المال العام، باعتبار أن هذه الآثار من مقدرات الدولة المصرية وتشكل جزء من المال العام. ولذلك وضع المشرع مجموعة من النصوص التي جرمت هذه العملية ووضعت لها بعض العقوبات، اللي منها السجن المشدد الذي يصل إلى 7 سنوات إذا ما ثبت أن هناك عملية سرقة وتنقيب وبحث عن الآثار المصرية القديمة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه. نعم. دكتور أحمد مهران، هل ترى إننا محتاجين لتغليظ العقوبة على هؤلاء الذين يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار؟ يعني أحسب إن 7 سنين، من 3 سنين ل7 سنين، وممكن تكون ممكن حد يضحي بيهم في سبيل إن هو يصبح من الأثرياء. ففي مشروع تم تقديمه أعتقد 2017 لتغليظ هذه العقوبة؟ نعم، قدم استجواب وطلب إحاطة إلى مجلس النواب بتعديل القانون، وجرى العمل على يعني رفع الحد الأقصى للعقوبة، واللي في بعض الجرائم إذا ما ثبت أن الجريمة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجرائم أخرى
كما لو كان الأمر متعلق بجريمة من جرائم الدم أو القتل، أحيانا تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد، وربما قد تصل إلى الإعدام إذا ما كانت جريمة سرقة الآثار والتنقيب عنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى. طب نعم. لو يا دكتور ان عملية التنقيب والبحث عن الآثار فقط، تنقيب وبحث فقط دون دم، في الحالة دي ممكن يكون التشريع يكون ازاي؟ يعني التنقيب والبحث جريمة، والحصول والاستيلاء جريمة، نعم، والسرقة والإتجار جريمة، وتهريب الآثار وبيعها في الخارج جريمة أخرى. تمام. فهي مجرد عملية البحث والتنقيب هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان العقوبة فيه ممكن تصل إلى 7 سنين. لكن الحصول على ده وسرقتها، ايوه، دخلنا في جريمة جديدة، فبقى عندنا جريمتين بعقوبتين. ايوه، وإذا ما كان الأمر مرتبط بتعدد معنوي أو تعدد حقيقي ستتغير العقوبات. لكن تهريبها للخارج وبيعها والإتجار فيها، دخلنا في جريمة تالتة. نعم، هذه الجرائم إذا ما ارتكبت بهذا التسلسل بتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أحيانا. حضرتك لو طلبت من حضرتك رأي، نقول يعني رأي افتراضي، يعني لم يتم تحقيقه على أرض الواقع إلى الآن، ممكن نطرح فكرة جديدة ل يعني مثلا أنا يعني في عالم يعني مثلا الصين ودول أخرى، مجرد فقط التنقيب أو الإتجار فهي إعدام إعدام إعدام. هل ممكن نطبق حاجة زي كده في التشريع المصري، ولا إحنا بالصورة دي لا نكون تجاوزنا؟ لا لا، لأن الدستور المصري في المادة 2 منه بيقول أن الإسلام هو دين الدولة، وبالتالي نحن ملزمون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحق الدم، وأنه عقوبة القتل هي القتل، من قتل يقتل ولو بعد حين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقصاص بالدم بالقتل يعني الإعدام، ده صورة من صور القصاص الذي يتم تطبيقه في حد الدم، في حد القتل. نعم. فالإعدام قصاد القتل، نعم، مش قصاد السرقة. نعم. أشكر حضرتك جدا دكتور أحمد مهران، وفعلا كما قال دكتور أحمد مهران، إحنا أمام أكثر من جريمة بتقام، جريمة تنقيب ولها حساب، جريمة امتلاك آثار ولها حساب آخر، جريمة إتجار بالآثار، جريمة تهريب الآثار، كلها سلسلة من الجرائم، وأعتقد أنها جميعها تبدأ بأول خطوة وهو التنقيب عن الآثار. لو اتكلمنا عن فكرة المصري في عملية البحث عن الآثار على مر التاريخ، قلنا إن مصر القديمة كان بدأت عملية السرقة والولع، لأنهم كانوا ممكن تكون في فترات، يعني في التاريخ بيقول إن عملية سرقة المقابر بتكون في فترات اقتصادها بيكون متدني أو بيكون فيها ثورات. وعلى فكرة إحنا لو شفنا فترة في 25 يناير كان هناك حالة من الانفلات الأمني في هذه الفترة، وكان هناك جرأة على الآثار وجرأة على المقابر، فكان هناك من يقوم بالتنقيب والبحث واستخراج الآثار، وحتى إن المتحف المصري نفسه تعرض لهذه العملية من السطو، وطبعا تم يعني الأمن تلافى هذا الأمر وأنقذ كثير من القطع الأثرية، ولكن يبقى الانفلات هو سبب كبير في عملية السرقات الكبيرة. طب في الوقت الحالي، اللي بيقوم بهذه العمليات لا يقوم بها عيانا جهارا كما كان في فترات مثلا الثورة في 25 يناير، لكن كان اللي بيحصل انه في بيته، واحد في بيته محدش يعرف عنه حاجة، ويعلم ان هذه المنطقة ممكن تكون قابلة انها يكون فيها آثار، او ان
هو هناك من المشعوذين اللي بيبتدي يتاجر بأوهام وبأحلام الناس، فيبدأ يقول لهم على فكرة المنطقة دي فيها كنز، فيها آثار، بس المشكلة كلها في الرصد. مين الرصد ده يا عم؟ ايه الرصد ده يا عم الشيخ؟ الشيخ وليس هذه الكلمة تنزع منه انتزاعا، فهو ليس بشيخ، هو شيطان في ثوب يحمل هذه الصورة. المكان ده فيه مقبرة، والمقبرة عشان تفتح فيها رصد. ايه الرصد ده طيب؟ الرصد ده الجن، الجن اللي بيكون حارس لهذه المقبرة. عشان الجن ده يوافق ان المقبرة تفتح لك او تفتح لك ابوابها، لازم يتم الهاؤه، او لازم نقدم له قرابين. القرابين في الغالب زي ما قلنا هي قرابين بشرية. هل تتخيلوا ان ممكن انسان يذبح ابنه او بنته حتى تخرج هذه الكنوز؟ باي منطق انساني واي منطق بشري يصل الانسان لهذه الدرجة من الوحشية؟ يصل الانسان لهذه الدرجة من اللا دين. اتمنى يكون معانا اتصال. الو، ايوه فندم، ايوه مع حضرتك أهلا. بسام دكتور بسام عالم المصريات، اهلا وسهلا بيك دكتور بسام. اهلا بيك يا فندم. دكتور بسام، لو تكلمنا عن سرقة الآثار وهوس سرقة المقابر الفرعونية على مر التاريخ، هل قدم المصري القديم قرابين بشرية؟ هو على مر عصر الأسرات لم يتم تقديم قرابين بشرية لا لاكتشاف كنوز ولا لأي نوع من أنواع المعبودات اللي كان بيتعبد لها. أما بالنسبة لسرقة الآثار فالمفاجأة إنها بدأت في مصر القديمة نفسها، وده شيء ممكن يفاجئ ناس كتير، لكن لدينا برضية، واللي أنا أطلقت عليها برضية أول سين وجيم. هذه البرضية بها سين وجيم مع عصابة، العصابة دي دخلت المقابر في غرب الأقصر وتم القبض عليها، وتم تمثيل الجريمة أمام النيابة. الكلام دوت من 3000 سنوي، يعني فكرة الشرطة وشرطة الآثار وشرطة حماية الحضارة دي ده اختراع مصري قديم أكيد. وهذه العصابة العجيب بقى انك لما تيجي تذاكري كويس تفاصيلها تجدي ان من بين اسماء افرادها، جاهزين بقى للمفاجأة، اجانب. اجانب. اذا لما انا خرجت من كام يوم بهذا التصريح اللي يعني اثار يعني اهتمام العالم، ان هناك مافيا عالمية، مش بقى بخصوص مصريين بس، لا، او ضعاف النفوس زي ما حضرتك فضلتي، لا، احنا بنتكلم على مافيا عالميه. في من يحفر خشنه في بيته او في مزرعته او في حته، في من يصل الى اعماق غير طبيعيه حبا في ان هو يطلع الكنوز، لدرجه ان البعض منهم يصل الى الماء، يعني بيقعد يحفر تحت الارض لغايه لما الميه تطلع له، فيجيبوا غطاسين، متخيله؟ يجيبوا غطاسين من اللي بيغطسوا علشان يشوفوا تحت الميه دي في اثار ولا لا. يتم بيع هذه الاثار للاسف بدون علم حد للسمسار المصري ضعيف النفس، ثم تجد طريقها خارج البلاد عبر منافذ او حدود، ثم تقع في يد العصابه العالميه بقى، فمنهم من يبيعها للاثرياء، منهم من يبيعها للاعداء، منهم من يبيعها في صالات المزادات. ولازم هنا اقول ان اداره الاثار المسترده لوزاره الاثار، وانا معروف عني ان انا راجل ناقد يعني، ايوه، ما بفوتش النمله يعني، ولكني اقول انه في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا الاداره دي بتعمل عمليات شبه مستحيله في استرداد اثارنا، واستردت من 2015 الاف القطع، ولكن التركه ثقيله.
حقيقي. التركة ثقيلة، يوجد بيع جهارا نهارا في صالات المزادات، وصالات المزادات دي زي ستادبيز اللي انا فضحتهم كلهم وبريستيز وهيريتج وكل المجموعة دي بيجيبوا علماء مصريات علشان يقيموا الاثر ويبيعوه. كارثة. علماء مصريات يعني معنى كده ناس في المجال أجانب ويحطوا صورهم ويحطوا السي في بتاعهم السيرة الذاتية، انت متخيلة؟ هو بيفتخر يعني ان هو معاه في المزاد دوت عالم فلان، ويبدأوا يحطوا ارقام لا تتخيليها مما يثير الريبة. لقد رصدت من حوالي شهرين، والاعلام المصري نشر لي هذا مشكورا، رصدت تمثال صغير بيتباع بأقل من دولار ونصف. دولار ونصف؟ أقل من دولار ونصف. طب السبب الريبة في، طبعا شيء غريب جدا. هو يا فندم في الأول أنت بتستغربيه. زي ما حصل لي كده من 15 سنة. إنما لما بتخش بقى وسط هذا العالم زي حالاتي كده وتبدأي بقى ترصديه رصد بقى عن كثف بقى وعن قرب وتذاكريهم وتفضحيهم وتكلميهم وحاجات كده، تكتشف وتروح. انا رحت سلمت الوزير اثار اسبق ملفات جوه مكتبه، يعني اديته في المكتب بتاعه ملفات لناس بتبيع اثارنا في امريكا. الراجل بيبيع هوم ديليفري. يا الله. يعني جابريال بالاسم اهو، جابريال، انا مسؤول، جابريال فاندربورت في فرانك في مدينه اسمها جلندال في كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه. هذا الرجل يبعث يبيع باثارنا باثمان بخسه، ولو اللي شاري عايز يبقى اوفر سيز عايز يبعت له التمثال استيراد وتصدير، بيقول له هتدفع كذا زياده عشان المركب الشيبنج. فاذا الراجل ده بيدفع ضرايبه، الراجل ده ماشي رسمي وقانوني في الولايات المتحده الامريكيه، والقانون الثقافي او العرف الثقافي او البنود الثقافيه اذا اردت ان تسميها في الولايات المتحده الامريكيه لا تمنع بيع الاثار اذا ما دخلت امريكا قبل سنه 70 وهي اتفاقيه اليونسكو. طب سؤال يا دكتور، هل في امكانيه ان يتم عقد اتفاقيات مع الدول دي بانها تمنع الاتجار بالاثار، وانها يبقى في نوع من عمل معارض باستمرار عندهم بحيث انهم يعوضوا الفكره دي، ولا الموضوع ده ممكن يكون وهم او يعني انا بحلم زياده عن اللزوم؟ لا مش بتحلم يا فندم، حضرتك بالفعل حدث، وده من ضمن الحاجات اللي انا مبسوط منها قوي بصراحه من وزاره الاثار، وانا لا اعمل في وزاره الاثار. اولا هم نجحوا نجاح كبير زي ما قلت لحضرتك في استرداد مثلا تابوت مذهب من الولايات المتحده الامريكيه، وكان عوده هذا التابوت كانت مفاجاه لنا كلنا، متضمنا انا يعني اللي خلاص المفروض انا اكون بطلت اتفاجئ يعني، لان العوده بتاعته ما كانتش معتمده على اي قوانين ثقافيه في الولايات المتحده الامريكيه، دي كانت قايمه على ورقه اتفاق بين مصر والولايات المتحده الامريكيه في استرداد اثار تستمر عدد من السنين. ده كان ثمار هذه الورقه او ورقه العمل، هذه كان ثمارها كده. لكن زي ما بقول لحضرتك هي التركه تقيله والعدد كبير، لكن السؤال الثاني بقى او الجزء الثاني من كلام حضرتك اللي هو فكره هل احنا نستطيع عوده الاشياء حتى لو ما كانش في اوراق لها؟ بصعوبة جدا، لكن في المصريين بتوع المستحيل. المصريين بتوع المستحيل، عندك 114 قطعة. أنا مش عارف إزاي الدكتور شعبان عبد الجواب وإدارة الآثار المستردة وزارة الآثار رجعوها إزاي من فرنسا، أنا مش عارف إزاي ال 114 قطعة دول ما لهمش ورقه. يعني ما لهمش ورقه، يعني خرجوا خلسه، اتباعوا خلسه، واتعرف عنهم ان هم في فرنسا، وما فيش ولا ورقه تثبت لا بقى الكلام اللي هم بيقولوه بقى احقيتكم
خرجت بطريقه شرعيه، انتوا اللي بعتوا لغايه 83، انت للاسف الشديد كنت بتبيعي اثارك لغايه اخر 1983، انت لغايه 83 كنت بتبيعي اثارك رسمي. رسمي قانوني بالخدمه بتاع الدوله، متخيله؟ لغايه 1983 الحمد لله قانون اتعمل سنه 83 واتجدد بعد كده واتضاف عليه حاجات وكده، اللي هي بيمنع بيع الاثار المصريه منعا باتا ويجرمها. الان تغليظ العقوبه اللي احنا كنا بنطالب به، ايوه الحكومه غلظت العقوبه، بقت وصلت لغايه المؤبد. ايوه ومع هذا برضه لسه بيسرقوا. هو ده عايزين ايه اكتر من كده؟ هو ده التساؤل، ان الانسان لا والاكتر مش بس في السرقه، ده سرقه وممكن يضحي كمان بقرابين من ابنه او بنته. دي بقى دي الاغرب من الخيال، دي الاغرب من الخيال يعني لهذه الدرجه. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا اللي بتفهموا، لو انتوا بتسمعوني اسمعوا كلامي، خدوها من اخوكم بسام. مفيش حاجه اسمها رزق، ايوه، ومفيش حاجه اسمها جن واقف بيحرس كنز، ايوه، ومفيش حاجه اسمها عفريت واقف في مقبره. ايوه انا راجل بخش مقابر من سنه 80، ايوه من سنه 1980 وانا بذاكر اثار لحد دلوقتي، لا شفت جن ولا شفت عفريت ولا شفت لعنة فراعنة ولا النور مش عارف عمل ايه ولا بتاع انفجر ايه ولا واحد مش عارف حصل له ده طلع له شبح يقول له روح بتاع، ولا ديك بيكاكي فيجروا ورا الديك فيقف الديك فيبقى هي دي المقبرة، ولا الكلام اللي حضرتك بالظبط. بالظبط مفيش اي كلام من حتى فكره لعنه الفراعنه، كلها وهم وكلها خرافات ودخل عليها اساطير. خلاص اثبتت يا فندم بقى لها مليون سنه، احنا اللي لسه عايشين بس في المصر. للاسف اثبتت خلاص، البكتيريا نفسها سموها يعني، طلعوا البكتيريا اللي بتبقى في المومياوات واللي بتبقى على الحيطان في المعبره ولقوها الاسم العلمي بتاعها وذاكرناها وعرضناها في كتبنا وفي محاضراتنا، وقلنا للناس لما تيجي تخش المقبره بعد ما تكتشفها تفتحها وتهويها بالزبط. وتطلع البكتيريا اللي فيها القاتله او البكتيريا اللي بتاثر في الجهاز التنفسي اللي ممكن بالزبط. ممكن لو تأثر. الانسان تعبان تأثر. او عنده مشاكل نفسيه تنفسيه يحصل له موت. بالظبط ما تحلقش حلقه جامده كراجل، أيوة. ما تحلقش وانت داخل المقبره عشان مسامك ما تبقاش مفتوح. أيوة. قول خلاص في استحراسات هم عارفينها. بالظبط بالظبط، انما لكن احنا لسه عايشين في دور هوليود والكلام ده. يا جماعه مفيش رصد، مفيش كنوز، الكنوز اللي في الارض دي البلد تستفيد بيها وتدخل لك دخل تعيشك في حياه. لما انت بتبيع اثارك بتقع في ايدين الاعداء. بالظبط، انا شفت اثاري بعينيا في متحف الاعداء. دكتور بسام عايزه ادخل في حته شويه كده فيما يخص الاعداء، هل ممكن تزييف وتغيير التاريخ عن طريق الاثار؟ يا خبر ابيض، يا ريت حضرتك توضح للجمهور. تيجي وتجيب الجمهور وتحضري لي محاضره 4 ساعات، مش بهزر، ايوه مع حضرتك 4 ساعات على موضوع تزوير التاريخ، وازاي هو لما بياخد اثر، أيوة. هو اولا نمره واحد هو هيتجن وغيران. بصوا يا جماعه هي كلمه يمكن ما سمعتهاش كتير انتوا في عالم الاثار، هو غيران منك، هو غيران، لان انت بلد ذو حضاره. الناس اللي بتقول دي اثار ودي تاريخ وده حجر، اوعك تقول كده، ده انت الحجر الذي سطر تاريخ البشر تاني. الحجر الذي سطر تاريخ البشر. الحجر لدينا في مصر يتكلم. نعم نعم. الحجر يقول، الحجر يؤكد. نعم. ويؤكد دي بقى معناها ايه؟ معناها انت البدايه بتاعت الفلك، انت البدايه بتاعت الطب، انت البدايه بتاعت الهندسه. بالظبط. حساب المثلثات، المسائل الحسابيه، الحكمه. الحكمه، السلوك. نعم. السلوك العائلي، تتجوز ازاي وتعامل مراتك ازاي؟ وتقعد على الترابيزه بتاكل ازاي؟ اداب المائده موجوده في برديه مصريه. بالظبط. آداب المائدة. فهو متضايق لده، فعايز ياخد الحضارة بتاعته. ما نجحش عن طريق الجيوش والقتال انه يمحي حضارتك من ايام الهكسوس. بالظبط. من ايام الحكاية وخاصوت وهم عايزين يمحوا حضارتك، ما نجحوش، فشل. فشلوا على مدار التاريخ كله. وفي الاخر خالص هياخد الاثر بتاعك ويقول لك انا اللي باني الهرم، ولما دي كمان فشلوا فيها وطلعوا اعترفوا ان المصريين هم اللي بنوا الهرم. دلوقتي بقى مش عارفين يعملوا ايه، فبيفرضوا بيفرغوا حضارتك، بيفرغوها. نعم
الطريق السرقات والبيع، فأرجوك أفق أيها الرجل الذي تبيع الآثار. أشكر حضرتك جدا دكتور بسام، وفعلا نحن أمام قضية كبيرة جدا ومهمة وخطيرة ولها أبعاد كثيرة، أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية وأبعاد خاصة بالأمن القومي. فإذا لم ننتبه ولم نراعي الله سبحانه وتعالى فيما نفعل، حضرتك بتقضي على نفسك وبتقضي على أسرتك وبتقضي على بلدك وبتقدمها على طبق من فضة لأعدائك. الخطوة بتبدأ بأبحث عن آثار في المكان اللي أنا فيه. الخطوة يغذيها كاذب مشعوذ يدعي أنه شيخ وهو أبعد ما يكون عن هذه الكلمة المبجلة العظيمة. هذا الرجل هو السم الذي يعطي وينفث سمه في أفكار الناس. هناك في هذا المكان كنز، الكنز في رصد، الرصد عايز دم، الدم اذبح اقتل. دخلت في سلسلة من الكبائر والجرائم التي تنتهي نهاية مأساوية. لا يمكن أو لا تتخيل أن من يفعل هذه الفعلة ينجو منها، يا إما يتم القبض عليه ويعدم، يا إما رب يعني بكل المقاييس يصابه الدمار ويصابه النحس القوي على رأي مفهومهم أو على أساس كلامهم. إذا كان هؤلاء المشعوذون ليهم يقدروا يعملوا حاجة، فكان بالأولى كانوا نفعوا أنفسهم. مش ممكن أبدا أننا في هذه اللحظات وفي هذا الزمن وما زلنا نتحدث ونتكلم عن الجن الذي يسكن المقابر والذي يحتاج إلى دم حتى تفتح هذه المقبرة. طيب، هذا رأي التاريخ ورأي علماء الآثار. محتاجين نعرف رأي الدين. ألو، طب هنطلع يا جماعه الفاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا من مساء الخير يا مصر. عدنا اليكم لنكمل حديثنا عن قرابين الدماء وسرقة الآثار. كنا بنتكلم عن فكرة فتح المقابر والتنقيب عن الآثار وسرقة هذه الآثار والجرائم التي ترتكب بسبب هذه الفكرة. أول جريمة هي جريمة البحث عن الآثار، ثم يأتي هذا المشعوذ الذي يوهم الضحايا بأن هذا المكان فيه كنز، ولكي يفتح هذا الكنز يجب أن يفتح بالدماء. تعالوا نشوف على الشاشة كده كمية الحوادث خلال الفترة السابقة، ويمكن من أقل من شهر حوادث كثيرة جدا أتمنى تكون ظاهرة. هوس التنقيب عن الآثار وحلم الثراء السريع وقرابين بشرية، وكلها بتطالب بأن يعني توصل للربح السريع. هنشوف الرجل الذي قتل زوجته وقدمها قربانا لتفتح او لفتح مقبره اثريه. مراته قدم زوجته تتذبح علشان تفتح مقبره اثريه. برضو كمان فكره العثور على جثه شاب مقطع وملقى بها على جانبي الطريق، وكان الهدف منه هو يقدم دماؤه قربان لفتح المقبره. في سوهاج جرائم كان فيها قتل الطفلة، خد بنت أخوه وذبحها، وطفلة معاقة ذهنيا وحركيا يعني لم تأخذه بها شفقة ولا رحمة، وذبحها على رأس المقبرة عشان فكرة الجان أنها تفتح له أبواب المقبرة. كثير جدا من يعني الجرائم التي ترتكب في حق البشرية بسبب الطمع وبسبب الجهل، كل هذه الجرائم كانت سبب في يعني كوارث
يعني الكارثة الأكبر لما يتقتل الأبناء عشان الآثار، يعني الأب اللي يمسك ابنه يقتله ويذبحه علشان تفتح مقبرة، أيضا جريمة من الجرائم التي يعني مش ممكن يتخيلها إنسان. هذا الشاب المصري اللي تم التخطيط من عماته وأعمامه ليقتل ويقطع حتى تفتح المقبرة، كانت هذه الحادثة حادثة شنيعة، كانت في فترة قريبة جدا، وهذه الحادثة يعني حقيقي فعلا يشيب لها الوليد. كيف لأولاد عمومته ولأهله أن يذبحوا هذا الشاب حتى تفتح هذه المقبرة؟ نحن أمام قضايا، هذه القضايا تمس الإنسانية، تمس البشرية، تمس النفس البشرية. إزاي نفسيا ممكن إنسان يذبح من أجل الثراء، يذبح من أجل أنه يوصل للكنز؟ يا ريت يكون معنا دكتور جمال. طيب احنا في انتظار الاتصال لنعلم رأي الطب النفسي في هذه الجرائم، كيف يمكن للنفس البشرية أن تتحول بهذه الوحشية؟ هل المال يعني عامل يعني يوصل بالإنسان لهذه الدرجة من الوحشية؟ مش ممكن، يعني أكيد هناك أسباب بتؤثر على الإنسان حتى أن هو يكون بهذا الشكل. يعني أنا مثلا من خلال قراءاتي وجدت أن الإنسان عندما يدخل في دايرة مفرغة من حالة من بنقول عليها الهوس وعدم إدراك ما يفعل، هل إدراك ذهني؟ لا، هو عارف تماما، هو عارف بيعمل إيه، لكنه زي ما بنقول كده بتأخذه السبل، خطوة بتجر خطوة، خطوة بتجر خطوة، حتى بيلاقي نفسه أمام جريمة. هل بيندم بعدها؟ هل بيرى وجه قاتله أمامه؟ يعني هناك أسئلة كثيرة نبحث عنها ومحتاجين إننا نعرفها من الطب النفسي، نعرف هل كيف يصل بالإنسان هذه الحالة من الدموية. الدم ليس بالسهل ان الانسان يوصل لهذه الدمويه، ده شيء يعني مش ممكن، لا يمكن ان احنا نتخيل هذه الصوره. يا ريت يكون معانا اتصال. معانا الان دكتور جمال فرويز، دكتور بجامعه عين شمس، استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا بيك دكتور جمال. اهلا يا سلام، ازي حضرتك؟ اهلا، ازي حضرتك، منورنا. ربنا يخليك، دايما منوره كده. تسلم يا دكتور. دكتور جمال، احنا بنتكلم عن تقديم قرابين الدم لفتح المقابر الاثريه. كيف يمكن للإنسان أن يتحول بهذه الوحشية حتى أنه يقبل على مش بس جريمة أنه يفتح مقبرة، لا ده أنه يقتل ابنه أو يقتل ابن عمه علشان يفتح هذه المقبرة؟ بص يا فندم، ده اضطراب شديد في الشخصية، لازم نتفق أن ما يقدم على مثل هذه الأفعال ليس إنسان. في شخصيات عندنا بنسميها الشخصيات السيكوماتية المضادة للمجتمع، فيها سلبية، فيها لا مبالاة، فيها عدم اهتمام بنتيجة تصرفاته، ليس لديه أي نوع من المشاعر وليس لديه أي نوع من التحدي، وبالتالي هو كل الهدف بتاعه الحصول على المال فقط، الحصول على المال أو النشوة الجنسية أو الكذب المستمر، هو كل ما يهموش أي نتيجة من اللي بيعمله، يقتل ابنه، يقتل ابن أخوه، ابن أخته، أخوه، مش هيفرق معاه مين الضحية، ولكن يفرق معاه ان هو يتحصل على المال بهذه الصوره اللي هيصرفه في حاجه برضه ليس لها اي قيمه. يعني ما مش بيحوش الفلوس ان هو يغنى بيها، لا، ده بيروح يصرفها في حاجات سيئه، بيروح يصرفها على مخدرات وما شابه ذلك. وبالتالي هو بيحاول يرميها، يقول لك اصل الجن اللي امرني، كل دي تبريرات ليس لها اي قيمه، ولكن الاضطراب الشديد في الشخصيه هو اللي بيخليهم يقدموا على مثل هذه الامور اللا انسانيه بالمره. هل فكرة الاضطراب في الشخصية دكتور ممكن تبقى جماعية؟ يعني أسرة بحالها تجمع إنها هتقتل شخص ما؟ لا يا فندم، بيبقى هنا في شخصية قائدة وبقية الأشخاص تابعين، يعني هم دايما بنقول كده في واحد ليدر وبقى فولورز ليه، هو بيسيطر عليهم وهم كلهم نفس نمط الشخصية بس أو بيبقوا شخصيات سلبية اعتمادية. نعم، هم ما يقدروش ياخدوا القرار، الشخصية السيكوباتية هي المسيطرة اللي بتاخد القرار وهم بيساعدوه في التمكين المهام دي. طبعا انا يعني كنت اتمنى نكمل حوارنا لكن الوقت دهمنا، واشكر حضرتك جدا دكتور جمال، وان شاء الله باذن الله هنكمل حوارنا في لقاء اخر لان فعلا الوقت للاسف سرعنا. الى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا، وكلمه اخيره في اذن
كل من يقدم على هذه الفعلة شنعاء وكل من يفكر في هذه الفعلة شنعاء، رجاء اتقوا الله، اتقوا الله في هذه الأرض وفي هذا الوطن وفي أنفسكم وفي أولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.